بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ومع فيديو جديد في سلسلة جافا سكريبت، واليوم إن شاء الله غنتكلم على لي طابلو. دونك شنو هما لي طابلو؟ لي طابلو هما واحد النوع من لي فاريابل اللي كنستعملو باش نخزنو فيه بليزيوغ فالور. فمثلا لو بغيت ندخل لي نون ديال لي زيليف، مثلا ان بروفيسور بغا يدخل لي نون ديال لي زيليف، فغيجي يدير فار اليف ان ايكالا ويدخل لو نون ديالو مثلا هنا فوزي var élève 2 ويعطي لا فالور عمر باغ اكزومبل. الوغ هادشي تعلمنا تحت الساعة، ان اون فاريابل كتخزن فيها اون فالور. لي طابلو كيسمح ليا نجمع دابا بزاف ديال لي فالور ونخزنهم في اون سول فاريابل. كي كنديرو لا كنجي كندير var حتى هو اون فاريابل وندير اليف نديرو بلوريال ايكال كنحل كروشي وكندير هنا لي فالور. فغندير مثلا فوزي فيرغول عمر فيرغول ليلى فيرغول سلمى. ويمكن دابا نحذف هادو. فغتلاحظوا معايا هنا بعض الامور. المساله الاولى انني استعملت لي كروشي، كنحل كروشي كندير لي فالور ديالي كنسد لك كروشي. المساله الثانيه انه ما بين لي فالور كاينه فاصله، كندير اون فالور فاصله اون اوتر فالور فاصله اون اوتر فالور وهكذا تندير كاع لي فالور اللي بغيت نخزنهم في الطابلو ديالي. وهنا بامكانك تحط شحال ما بغيتي ديال لي فالور. ودابا اذا بغينا ناكسيديو لواحد لا فالور في الطابلو ديالي فكنستخدمو ما يسمى بلي سيستيم دانديس. فكاين ان انديس كيمثل شاك فالور من هاد لي فالور هاد. وجافا سكريبت بحال اغلب لغات البرمجة كيبداو لي زانديس من زيرو. اذا هاد فوزي هادي الانديس ديالها زيرو، عمر الانديس ديالها واحد، ليلى الانديس ديالها دو، وسلمى الانديس ديالها تخوا. اذا شحال كاينة من فالور في الطابلو؟ كاينين ربعة، ولكن كنمشيو من زيرو لتخوا. المسألة كتبان كدوخ في الاول ولكن دابا ضبطها. في لغات البرمجة نسى انك كتبدا بواحد، ديما كتبدا بزيرو. اغلبية لغات البرمجة فين يكون شي انديس لا لا بخوميييغ فالور هي زيرو. اذا دابا الا بغيت ناكسيدي مثلا لهاد عمر هاد كندير لا، الا بغيت هاد لا فالور عمر نوصل ليها كي غندير لا، كنجي كندير لو نو ديال الطابلو ديالي اللي هو اليف. اذا اليف وكنحل كروشي وهنا كندير لانديس ديالو، وقلنا لي زانديس كيبداو من زيرو. اذا هذا لانديس ديالو زيرو، هذا غيكون لانديس ديالو واحد. اذا غندير هنا واحد وبغيت هاد لا فالور نافيشيها فغنستعمل لا كونسول. غندير كونسول بوان لوغ ونافيشي هاد لا فالور هادي. نجي نحل هنا لا كونسول، ما كانش ديجا حالها. الى اونغيستريت هنا غتلاحظوا معايا وافيش ليا عمر. اذا باش اكسيديت لهاد ليليمون كي تسمعوا تاني اليمون نسيت نقول هادي، هادو كنسميهم يا اما فالور يا اما اليمون. لانديس ديال هاد ليليمون زيرو، لانديس ديال هاد ليليمون واحد، لانديس ديال هاد ليليمون دو، لانديس ديال هاد ليليمون تخوا. اذا الا بغيت ناكسيدي ليليمون تاني غنستعمل لانديس واحد. فكندير لو نو ديال الطابلو، كنحل كروشي، كندير لانديس ديال ليليمون اللي بغيت نوصل ليه، نسد الكروشي. انا هادي الا بغيت نوصل لا فالور. الا بغيت نبدل لا فالور اش غندير؟ باغ اكزومبل مثلا هاد عمر بغيت نبدلها قبل ما نافيشيها، فغنجي ندير اليف هالكروشي ندير واحد ايكال ونعطي لا فالور اللي بغيت نعطي. نعطي مثلا هنا عالي اونغوجيستري. فلاحظتو دابا هنا افيشي لي عالي لان لا فالور مابقاش فيها عمر، راني بدلتها رجعت فيها عالي عاد افيشيتها. اذا هي هادي لا ميثود باش ناكسيدي لان ليليمون، ولا ميثود باش نبدل لا فالور اللي كاينه في ان ليليمون. المساله الاخرى الا بغيت نعرف شحال كاين من اليمون في الطابلو ديالي فكنستعمل واحد لابروبريتي سميتها لانت. فنجي هنايا ندير كونسول بوان لوغ وندير لو نون ديال الطابلو اللي هو اليف بوان وكنستعمل لابروبريتي لانت شو جي تي اش اونغوجيستري. فلاحظتو هو افيشاليا ربعه. علاش؟
لان عندي 4 اليمون هنايا. فوزي، عمر، ليلى، سلمى، سو سون 4 اليمون. هادشي اش افيشي هنا 4. اذا لا بروبريتي لانت كتجيب لي شحال كاين من اليمون في الطابلو ديالي. كندير لو نون ديال الطابلو ديالي بوان لانت. انا مزيان، وهاد لا بروبريتي كتنفعنا في واحد المساله اخرى. الا بغيت نزيد ان اليمون في الطابلو ديالي، مثلا هنا قلنا هذا اليف 0 اليف 1 اليف 2 اليف 3، كاين اللي غيجي يقول لي الا بغيتي تزيد ان اليمون غدير اليف 4 ودير هنايا لا فالور اللي بغيت تزيد. مثلا الا باغي نزيد عمر عاوتاني، ندم عليه انني حيدت عمر وهزيت هاد لا لين هادي كونترول اكس وحطيتها هنا وانغوجيستريت، فغي افيشي لي 5، يعني راه زاد ليا هاد لا فالور الطابلو ديالي. الطابلو ديالي دابا ولا فيه 5، ولكن الا ما كنتش عارف انا الطابلو ديالي شحال فيه من اليمون، او ما بغيتش اسيدي نستعمل الارقام، انا بغيت انا اون ميثود بلو ايفيكاس، فبامكاني نجي هنايا وندير الف بوان لانت. علاش بامكاني ندير هكذا؟ لان قلنا الف لانت اش كترجع ليا شحال كاين من اليمون في الطابلو. الا جيتي هنا وخشيتي شحال كاين من اليمون في الطابلو، واش هو اخر اليمون هنا؟ لا، لان قلنا كيبدا من زيرو. شحال كاين هنا من اليمون؟ 4، كيبدا من زيرو. اذا هذا زيرو، 1 2 3، فكوني هنا درت الف بوان لانت بحال راني درت 4، وبما انني انا وصلت الى 3 فلما كندير ليه هنا 4 فكيزيدوا ليا الاف. اذا بحال دير 4 هنا بحال دير الف لانت. الا جيت كوبيت هاد لاين هادي كونترول سي ونزلت تحت منها كونترول في وزدت ان اوتر اليمون، زدت مثلا هنايا احمد، فلاحظوا هنا هاد الف لانت اش فيها تحت الساعه؟ فيها 4، لان كاينين 4 اليمون هنايا. ف اليف اليف لانت بحال اللي درت لي اليف 4 حط ليا فيه عمر. هاد اليف لانت هنا اللي شحال يكون فيها؟ 5، لان ديجا جوتيت عمر، فولا عندي فوزي وعالي لان عمر رجعنا عالي هنايا، وليلى وسلمى وعمر اللي زدت، اذا ولاو فيه 5. اذا هاد اليف لانت فيها 5، اذا اليف 5 رجعوا ليا هو احمد. اذا شحال ولا عندي من اليمون في الطالو ديالي دابا؟ 6. اونغوجيستري ها هو دار ليا 6، عرفتو؟ وقبل ما نعاود نشرح هذه المسائل باختصار، المسألة الأخيرة أنه كان بإمكاني نكري الطابلو بواحد الصيغة واحدة أخرى. نجي هنايا وندير فار إليف إيكال وندير ديكروشي خاوين، فهكذا غنكون كريت لو طابلو. باش نعمرو غنجي ندير إليف زيرو ونعطينا فوزي، ونعاود هاد لادين بليزيوغ فوا. دونك نكوبيها كونترول في كونترول في كونترول في اي كونترول في، وهنا نبدلهم. مثلا ندير هنا عمر، هنا ليلى، وهنا سلمى. فهاد لي سانك لين هادو ايكيفالون لهاد لادين هادي. هادي الطريقة القصيرة باش تكري ان طابلو، وهادي الطريقة الطويلة باش تكري ان طابلو. بامكانك تكري ان طابلو وتحط فيه لي فالور او ميم طو، بامكانك تكري ان طابلو وتحط فيه لا فالور من بعد كل وحده في لالين ديالها. كاين اللي كيفضل هذه لانها اكثر وضوحا، كاين اللي كتعجبو هذه لانها مختصره. انا نحيد دابا هادشي صافي، شرحنا اش قلنا هنايا، ونرجع دابا نقول الخلاصه شنو تعلمنا في هذا الفيديو هادي. المساله الاولى ان لي طابلو سو سون دي فاريابل كنخزن فيهم بليزيوغ فالور او ميم طون، بلاصه ما نبقى نكري دي فاريابل ونخزن في كل فاريابل اون سول فالور، كنكري ان طابلو ونخزن فيه بليزيوغ فالور. هادي وحده. كاينين جوج ديال المصطلحات خصهم يتحفظوا، لانديس ولا ليمون. ففوزي سي ان ليمون، عمر سي ان ليمون، ليلى سي ان ليمون، وسلمى سي ان ليمون. دو سون دي زيليمون، و الا بغيت ناكسيدي لواحد ليليمون خصني نعرف لانديس ديالو. فلانديس ديال فوزي سي زيرو، لانديس ديال عمر سي ان، لانديس ديال ليلى سي دو، اي لانديس ديال سلمى سي تخوا. اذا حنا عرفنا شنو هي ليليمون، شنو هي انديس. الا بغيتي تاكسيدي مثلا لهاد عمر، كدير لو نون ديال الطابلو تحل الكروشي ودير ليه لانديس ديالو هنايا، فكي اكسيدي لا فالور اللي كاينه هنايا. الا بغيتي تغير لا فالور اللي كاينه في ان ليليمون، فكدير سميت لو طابلو ودير هنا لانديس ديالو ودير ايكال وتحط لا فالور اللي بغيتي
تحط فيه باش تعرف شحال كاين عندك من فالور في الطابلو كتستعمل لا بروبريتي لانت، فكدير لو نون ديال الطابلو بوان لانت. الا بغيتي تاجوتي ان اليمون في الطابلو ديالك فكدير الف بوان لانت اللي هي السعه ديال الطابلو شحال كاين اليمون في الطابلو، وتزيد لا فالور اللي بغيتي تزيد هنايا. وغنتوقف هنايا باش ما نكثرش الامور، ونخلي المسائل الجايه الفيديوهات الجايه. السلام عليكم ورحمة الله.